بسم الله. في ادوات عندي بترسم الحاجه بسيطه جدا، يعني ستيل كولوم ترسم لي كولوم بس، في حاجات تانية بترسم مثلا البيم، في حاجات سريعه جدا ممكن ترسم لي مجموعه مثلا ستيل فريمنج بيلدينج. ده امر بيسهل عليا كتير قوي في الشغل، يعني لما اختاره بلاقيه جاب لي الشاشه ديت بيقول لي انت عندك كام دور، اقول له مثلا انا عندي 4 ادوار. طب الفيرست فلور هيت قد ايه، الفلور هيت قد ايه، النمبر اوف اكس، نمبر اوف واي عايز قد ايه، الاورجن اكس واي وزد انا هخليهم صفار، الزيرو ونقطة الزيرو بتاعتي، البيم والكولوم، هل انت عايز كولوم في الاكس يبقى ايه وفي الواي قد ايه، هقول له مثلا خلي ده في الاكس وفي الواي خلي لي دوت. تمام. بليس سكندري بيم. طب الفلور سلاب عايز تحطه ولا مش عايز تحطه، عايز تحطه عايز سمكه قد ايه، ممكن تغير السمك زي ما انت عايز، اقول مثلا 0.3. طب الفوتنج، دي الفوتنج بتاعتي. تمام. شوف هل انت عايزها ولا مش عايزها، ولا عايز تعدل فيها. البريسنج بليس ستراكشر، بس هو خلاص اوتوماتيك عمل لي المبنى بالشكل دوت. واي حاجه عايز تعدلها سهل ان انت تعدلها، تختارها وتدوس رايت كليك وتقول له موديفاي سيلكت كومبوننت، تتعدل اللي انت عايزه لو في عنصر معين عايز تعدله. فزي ما انت شايف بيديني اوامر سهله وبسيطه ان انا انجز في الشغل بتاعي.